يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وأطيب ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة لذيذة حلوة حلاوة. النهاردة عايزة أقول لكم النهاردة وصفات حلوة جدا لا يمكن تفوتوها. هنعمل الحاجة اللي محتاجة شوية كده وقت، وهنعمل الحاجة اللي هي 3 دقايق في المطبخ تطلعي أحلى حلو. حلقة النهاردة حلوة جدا، وطبعا يوم الحلو الحلوين ما يتفوتش، فبعد الفاصل استنونا. طبعا النهارده يوم حلويات، حلوياتنا النهارده بقى مش عايزه اقول لكم على حلاوتها. اكتر وصفه بتطلب مني مهما عملتها البشاميل، وايه؟ البيتزا. ايه ده، هتعملي بيتزا النهارده؟ اه، بس انا هعمل بيتزا بنفس عجينه البيتزا اللي هي بتاعت اي حادق، بس النهارده هنعملها حلو وهتنفع، هتنفع جدا وهتبقى تحفه لو جربتوها. اوعدكم ان انتوا يعني عارفين كده اللي هو هتعتمدوها. النهارده هنعمل البيتزا بتاعت فيفا الحلوه كده. طيب المقادير بتاعتي، انتوا عارفين ان مقادير البيتزا بتاعتي دايما بتكون ابسط حاجه في الدنيا. ليه؟ البيتزا الصح هي بتبقى عباره عن شويه دقيق وشويه ميه وسكر والخميره، وطبعا معلقه الخل والملح. مقادير حلوه جدا وسهله، فتعالوا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا نقول. اول حاجه عندي هنا ايه؟ عندي عجينة البيتزا عبارة عن 2 كوباية دقيق، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة من العسل الأبيض، وعندي هنا زيت زيتون، وكمان عندي هنا دقيق سيمولينا علشان أفرد بالعجينة، وشوية مية، وطبعا معلقة الخل الأساسية معايا. نقول تاني مقاديرنا عبارة عن ايه؟ عن 2 كوباية دقيق ونص، وعندي معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره عسل ابيض، رشه الملح وزيت الزيتون. والدقيق السمولينا ده مش بيدخل جواها يا جماعه، مش بعجن بيها، لا انا بفرد العجينه بعد كده عليها، وطبعا شويه ميه ومعلقه الخل اساسيه. عندي بقى الحشوه اللي هي بقى الحشوه عباره عن ايه؟ الشوكولاته بتاعتنا، طبعا تكون الشوكولاته السبريد اللي احنا بنعمل بيها سندوتشات، فاش تبقى شوكولاته دارك ومسيحينها، لا. طيب عندي هنا بقى موز حلقات، كيوي حلقات، برقوق وخوخ وعنب، واخر حاجه ممكن رشه جوز الهند، ممكن رشه سوداني، فستق، بصي براحتك خالص. الفاكهه اللي احطها هي فاكهه الموسم، بس ممكن تعمليها موز بس، ممكن تعمليها موز وكيوي، ممكن تعمليها خوخ و برقوق، براحتك. بس في الاخر عايز مانجا، مانجا بقى بدأت ايه كده تظهر شوية، فممكن احط عليها مانجا. الطعم بجد مبهر. طيب زي ما انتوا عرفتوا خلاص، وزي ما انا قلت كتير، احلى عجينة هي العجينة البسيطة. هتحطي فيها زبادي مش هتطلع لك هي عجينة البيتزا، هتحطي فيها لبن مش هتطلع لك هي عجينة البيتزا، هتحطي فيها لبن بودرة، ده كله لأ. العجينة هي دقيق وسكر وخميره ورشه الملح ومعلقه الخل وشويه الزيت اللي بنلم بيهم في الاخر. 2.5 كوباية بقى الدقيق اهو عندنا في العجان، تمام. وطبعا باخد عندي هنا معلقه الخميره لوحدها، هنا احط ايه؟ هحط معلقه الخل وكمان رشه الملح، رشة الملح اهي. اوكي اوكي، هنا بقى عندي ايه؟ ادي الخميرة هنا، احط ايه بقى؟ الخميرة. والخميرة بتشتغل بحاجتين، يا اما ايه، يا اما ايه، يا اما سكر يا اما عسل، براحتك خالص. احط عليها ادي معلقة العسل، معلقة العسل بقى في ال خميرة وفي العجينة. عارفين كده تمسكوا العجينة تقولوا ايه الخفية دي، ايه الطريان ده، تحسوا كده ان اول ما بنعجنها
العجينه مرتاحه اصلا وهشه وطريه من قبل ما نسيبها ترتاح قبل ما تخمر. وبعدين نحط عليها بقى ايه شويه الميه. يلا ميه طبعا تكون فتره او دافيه زي ما بنقول. فهنا عندي الميه ساقعه واحط عليها ميه ميه سخنه. بصوا يا جماعه جربت كتير قبل كده ان انا امسك الخميره والعسل وكله احطه على الدقيق، بحس ان الخميره عندي بتفضل محببه ما دابتش، عارفين كده ما هي عايزه الاول تدوب. علشان كده على طول بعمل الطريقه دي وما بقتنعش غير بيها. يا وحشتيني قوي. وحشتيني وانت وحشتيني اكتر بكتير. ايه الغيبه الطويله دي يا حبيبتي قلبي؟ عامله ايه يا حبيبتي ام دانيال؟ يا جماعه حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. قلقتيني عليكي صدقيني. بس انا يعني بتصل دايما مش عارفه اوصل. يا روح قلبي معلش حقك عليا يا حبيبتي. وحشتيني قوي. وانت جدا ومبسوطه ان انا سمعت صوتك قوي النهارده. وانا جدا جدا يا ام دانيال بجد. عامله ايه؟ ودودو عامل ايه؟ كويس نايم بقى. يا روحي دي قيلوله. اهو قيلوله. وده المي تايم بتاعك، اليور تايم بتاعك حبيبتي. ولادك عاملين ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. دايما يا حبيبتي بخير وكويسين. يا روحي قولي لي بقى ايه البيتزا ايه اخبارها معاكي؟ لا بعملها بطريقتك وبدوب كده الخميره برضو مع السكر بتطلع خطيره. جربتيها حلوه بقى؟ لا بصراحه لا. هبهرك النهارده. اه انا قاعده وبفرجك بقى عايزه اشوف عشان اقوم انفذ. هتعجبك جدا حبيبتي. اي حاجه بتعمليها من ايديكي جميله وتحفه. ربنا يخليكي ليا يا رب. ما تحرمش منك ابدا. ما تغيبيش علينا تاني. ما اقدرش يا حبيبتي ما اقدرش. انا مبسوطه جدا ان انا سمعت صوتك حبيبتي. وانا كمان عايزه اسالك سؤال بقى. انا عندي سمك بلطي شايلاه في الثلاجه. عايزه تعملي بيه حاجه؟ منضفاه متقشر وكده. فانا عايزه اشويه بس مش عايزه اشويه على النار من فوق. اه ما احنا مش عايزه اشويه في الفرن ينفع؟ احنا ما بنشوهوش غير في الفرن. اه هتعملي الخلطه المعتبره هقولها لك بعد ما اضرب بس الـ 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 الحاجات دي. وبعدين هتسخني صاج الفرن قوي. اه هتسخني صاج الفرن يعني تولعي الفرن كده نص ساعه قبل وتطلعي الصاج ترش تحطي عليه على طول السمك. أوه. بعد ما تقلبيه في الرده. اه وتدخليه الفرن على درجه حراره كام بقى؟ عاليه. اه على 200 كده. اه 200 اعلى حاجه. اه ماشي 220. اه اعلى حاجه عندك ماشي. تمام. عايزه اقول لك ولا دخنه ويستوي معاكي يبقى تحفه وماسك نفسه مش طري كده ومي مي لا. أوه. وماسك نفسه. تاخديه بقى تطلعيه تحطيه في السقسقه اللي احنا بنسقسقها له بعد الشوي. اه وادعي لي. بس هقول لك الخلطه إيديكي. كمان حياتي بس انا ما بشوش. طيب. ابدا فوق. اه ما انا مش عايزه عشان الدخانه. انا هو بيقولوا فوق احسن بس الدخانه وهيبهدل هو الدنيا. بس فأنا يتعمل صح حركه. أوه. ان انت تطلعي الاول الصاج وهو سخن جدا وتسخنيه. أوه. مش تدخلي السمك يعني على وسط مش سخن. لازم يكون الفرن سخن والحاجه اللي محطوطه عليها سخنه. سخنه فاهماني؟ اه ده بيفرق جدا جدا. طب بالنسبه ان هو متقشر عادي؟ اه لا عادي جدا مفيش اي حاجه. اه لا خالص. الرده بتتبليه بقى بتتبيله حلوه بصل بقدونس كزبره شبت طماطم ليمون فلفل حار. بصي خلطه حلوه كده معتبره جزر. ماشي. وبعدين تضربي كل ده بقى وتحطي عليه ليمون طبعا انت عارفه مش هوصيكي. اه وخل وكمون وملح وفلفل اسود وشطه وتتبلي وتحشي كويس جدا بس الحشوه ما تكونش فيها ميه. بس وتحشي كده وبعدين تروحي مقلبه في الرده وعلى طول على الصاج السخن اللي هو سيبناه نص ساعه وتدخلي الفرن يكون سخن جدا. وعايزاكي بقى وتطلعي نفس الخلطه دي هتضيفي عليها ميه هتخليها سايله شويه. بس اول ما السمك يطلع تروحي منزلاه في الميه دي فيروح عامل ايه عارفه هو سخن جدا. وناشف متعطش يشرب بقى. فكل ياخد كل الاطعمه يتبل من جوه تتبيله تحفه.
حبيبه قلبي تسلم حبيبتي تعيشي وتعملي وتسلم كل وصفاتك حياتي. الحلوه تسلميلي ونورتيني ما تغيبيش عني تاني أبداً. ولا انا يا روحي حاضر يا حبيبتي نورتيني يا ام دانيال يا حبيبتي باي. نيجي بقى اللي ايه عجينتنا هنا خلاص حطينا كل حاجه يلا نضرب. بصي العجان فله ازاي والعجينه هشه وطريه جدا وبتلزق. هتقولوا لي لازم كده العجينه لازم تلزق في ايدينا، هي لمت مقادير مش اكتر. وبصوا العجان عندي فله ولكن هي بتلزق، هي دي الطريقه الصح. بصوا بتلزق ازاي في ايدي وطريه كده وهشه وتجنن وتحسوا ان هي متنفسه قبل ما تخمر اهي. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه. بصوا بتلزق ازاي في ايدي وده الصح، ده مهم جدا. طيب هعمل ايه بقى؟ هروح اجيب بوله يلا اهي واحط فيها شويه الزيت اهي، وبعدين احط هنا العجينه واغطيها تاني بشويه زيت. طيب مش هنحط زيت في العجينه، ممكن طبعا نحط زيت في العجينه ونضطر ان احنا نعجن فيها اكتر. لو حطيتي زيت على العجينه يبقى هتعجني فيها حبه لحد ما الزيت يختفي تمام. وبعدين نروح حاطين ايه بقى شويه زيت ونحط فيهم العجينه وعليهم زيت، وبعدين نسيبها تخمر بقى في الجو الحر ده نص ساعه. نص ساعه تديكي احلى عجينة خمرانة هشة ومتنفسة وتجنن. طب لو سبتها أكتر من كده في طعم كده، مش أحيانا نجيب أي حاجة من 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 أي فرنة ونقول إيه ده في طعم؟ الطعم ده بتبقى الخميرة زايدة. لازم يا جماعة وقت التخمير عليه عامل كبير قوي في نجاح الوصفة، فلازم ما سيبهاش تخمر زيادة هلاقيها عندي طعمها مش أحلى حاجة. بس كده خلصنا العجينة، نروح لفاصل ونرجع نفردها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. استنونا. بصوا بقى العجينة لما تكون خمرانة صح واخدة وقتها صح، تعالوا شوفوها كده بصوا عاملة ازاي. نديها بقى اهي، نديها بقى البوكس المتين. بصوا مهويه ازاي. اعمل ايه بقى؟ افتحها، لازم افرغ الهواء اللي فيها. ما ينفعش اشتغل في عجينه مش مفرغه الهواء اللي فيها اهو. اعمل كده، الله شايفين هشه وخمرانه ازاي اهي، مهم قوي. بصوا كمان ما بتلزقش ازاي اهي. هعمل ايه بقى؟ هروح اسميها نصين، يعني اتنين ونص يدوني كوبايتين ونص، يعني يدوني اتنين بيتزا حلوين. طيب هعمل ايه لو فردنا؟ المفروض ان انا اسيبها شويه بس انا هشتغل فيها على طول واسيب دي ترتاح، لكن مهم قوي ان احنا طالما لعبنا في اي عجينه. بصوا اهي خطيره، تعالوا شوفوها عامله ازاي. طالما لعبنا في اي عجينه لازم بعد كده نسيبها ترتاح شويه، مهم قوي قوي قوي. طيب انا دلوقتي محتاجه ان انا اشتغل فيها على طول فهشتغل واسيب دي تريح وهوريكم الفرق. افرد على دقيق؟ لا، ليه؟ علشان الدقيق يا جماعه بيعمل ايه؟ بينشف الحاجه وبيحرقها من تحت. امال هفرد على ايه؟ هفرد على دقيق سيمولينا. ايه هو دقيق سيمولينا؟ عارفين الدقيق اللي هو بنجيبه وبنحط عليه سكر وزيت
علشان نعمل البسبوسة هو ده دي السيمولينا. افردها كده واجيب النشابة. عايزة اقول لكم بقى بتديله طبقة حلوة قوي من بتخليه كراست كده، يعني بتخلي الطبقة بتاعته دي اللي هي من تحت كده مقرمشة، بتبقى خطيرة. مش عايزة اقول لكم بتبقى حلوة ازاي. اهو وافرد كده، طبعا ممكن ما افردش خالص وافرد بايدي بس عشان الوقت وعشان هي مش مرتاحة كفاية، لان انا ايه قطعتها واشتغلت. يا ام ايسل فيزيان الجميلة، ازيك يا حبيبتي؟ انت عاملة ايه؟ اخبارك؟ انت الجميلة والله. الحمد لله، احلى شيف في الدنيا يا حبيبتي. ربنا يخليكي حبيبتي، ده عيونك الحلوة تحلالك الدنيا والله يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا شباب، والله انا مش بعمل اي مداخلة في الدنيا غير معاكي حبيبتي. ربنا يخليكي والله، ده شرف والله كبير ليا. من كتر يعني ما حبيت حضرتك جدا، وبجد انت بتعملي الحاجه بقلب وبضمير، من قلب يعني. للقلب صدقيني، ربنا يعلم محبتك في قلبي، ربنا يعلم من غير ما اشوفكم. ميرسي يا حبيبتي. يا روحي مين اللي بيتكلم جنبك ده؟ دي ايسل. هي دي ايسل، اسمها يجنن. ربنا يحميها يا رب يا رب. دي قد ايه بقى ايسل؟ سنتين. يا روحي سن ده خطير، بعشقه بعشقه بجد. وسقي. لا ده عادي. لا هي الشقاوه من دي من ايه، من عمر يوم وهم لسه ايه بيتكونوا هم لحد اخر العمر. ربنا يحميها يا حبيبتي، ربنا يخليك تفرحي يا رب بيها. ربنا يخليك يا رب. امين يا رب. قولي كنت لي عايزه اسال حضرتك على سؤال. اتفضلي. بصي بقى، انا كنت عايزه اعمل الايس كريم في البيت، يعني حقيقي بجيبه من بره بفلوس قد كده، وعايزه بس اجرب اعمله في البيت، بس خايفه الصراحه ما ينجحش معايا. ده هيبقى تحفه معاك، انا لسه قايله طريقته امبارح واحنا عملناه، بس هقولها لك تاني دلوقتي. ميرسي يا حبيبتي. عيوني يا حبيبتي، وبوسي لي ايسل. عيونك عيوني. ماشي. يا روحي سن خطير، بحب قوي هو انا اصلا بحب الاطفال، بس في سن صغير كده بحس ان هو يعني احنا اللي بنبقى محتاجين له، مش هما اللي محتاجين لنا، بيبقوا كده فعلا ملايكه بريئه. بصوا بقى انا بعمل هنا ايه، واخدين بالكم؟ طب ايه ده، ما تسيبيها يا فيفا ليه عمال؟ علشان انا لو سبتها يا جماعه هترتفع في الفرن، لكن انا عايزاها ما ترتفعش، ما تتحولش العيش. دي القاعده. طبعا مش هفرد عليها الشوكولاته، هدخلها تستوي الاول. يلا بينا على الرف اللي في النص وعلى اعلى درجه حراره. اهو ثانية واحدة واقول الو يا ندى. الو الو يا ندى، ازيك؟ عاملة ايه؟ وحشتيني حبيبتي. وانتي كمان، ايه اخبارك؟ الحمد لله. انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله. بعمل بيتزا، تعالي اعملي معانا. والله حسيتها من قبل ما تقولي ان هي بيتزا. لا والله. طب ايه ليكي في المعجنات ولا بتخافي منها؟ بتقولي ايه؟ ليكي في المعجنات ولا بتخافي منها؟ لا بحبها جدا، بخش مع ماما بنعمل انا وهي. يا روحي، طب برافو عليكي. بتعملوا ايه بقى؟ احكي لي. البيتزا حاجات كتير قوي، منها حاجات كتير قوي بجد. تعيشوا وتعملوا يا حبيبتي، تعيشوا وتعملوا. انت عامله ايه؟ انا زي الفل، طول ما انا سامع صوتكم. بحبك جدا، بحبك قوي يا حبيبتي، من القلب للقلب يا حبيبتي. والله بجد بحبك جدا يا جدا. روحي من القلب للقلب يا حبيبتي، وسلمي لي على ماما كتير قوي. هي عايزه اتكلمك. ماشي ادهاني. ازيك يا شيف؟ ازيك يا ست ام ندى؟ ازيك يا شيف؟ ايوه. ايه روحي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي قلبي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، والله مبسوطه ان انا سمعت صوتك قوي 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 قوي. معلش ما سمعتش. الو، بقولك احنا بنحبك قوي يا قوي يا قلبي، وانا بحبكوا جدا وانا بحبكوا جدا. عامله ايه؟ حلوه. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليهم ودايما يا رب كده. يا رب يخليكي حبيبتي قلبي، ربنا يا رب ما يحرمناش منك ابدا، ولا يتحرم منكوا يا حبيبتي، ولا تحرم منك. احنا بنتفائل بحضرتك، ولا اول ما بنشوف حضرتك بنتفائل طول اليوم والله. والله العظيم شكرا، انا مبسوطه جدا من مكالمتكم ومن كلامكم، ربنا يخليكم ليا. يا رب يخليك، تدينا طاقه ايجابيه والله يا حبيبتي. طب صدقيني انا اللي باخدها منكم،
هو يبان ان انا اللي بديها، بس هو فعليا ربنا يعلم انا باخدها منكم. ربنا يخليكي ليا بجد، وميرسي جدا على مكالمتكم الحلوه دي. موافقتك يا رب يا روح قلبي، وعايزه اسمع صوتكم على طول بقى دايما يا شيف ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، نورتيني يا رب يخليكي. نورتيني يا حبيبتي، مع الف سلامه. مع الف سلامه يا حبيبتي. تاخدوا مني انا ده انتوا الطاقه الايجابيه اساسا المصدر. طيب بصوا دي كمان فردتها مشي، واروح عامله ايه واخداها كده اهي. بصوا واخده جايبه ده كده وفرديها هنا واساويها بقى. بصوا اصلا ال ال واخدين بالكم الصاج اصغر من العجينه، وهي ايه كوبايتين ونص. لازم افردها زي ما انتم شايفين كده رقيقه، علشان هي لسه هتدخل تكبر جوه. مهم قوي اخليها، بس برضو مش رقيقه قوي ان هي تكون ما فيهاش لحم، لا اهي. بصوا الهواء من كتر ما العجينه ناجحه، شايفين الهواء، هي دي السمك بتاعها المظبوط. وبعدين اعمل ايه، اشكشكها بقى كده بالشوكه تكي 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 كده على طول. مهم قوي اوعوا تنسوا، وادخلها هي كمان الفرن. يلا بينا. انا هوريكوا حاجه مش انا بقول لكم هشكشكها علشان ما تقلبش معايا عيش. بص عملت ازاي، واخدين بالكم؟ هو ده اللي انا كنت ايه بقول لكم عليه، مع اني مشكشكاها. فتخيلوا بقى لو انا ما كنتش شكشكتها، بس ههديها دلوقتي اهو. بصوا اهي بس كده، وهي كده استوت خلاص. ماشي، هي كده استوت على طول على طول. انا هنا هقفل الشوايه علشان هي بتسرحها جدا، وهخليها بس من تحت. طيب هعمل ايه؟ لسه بقول لكم سبحان الله صباها بتطلع خطيره. هعمل ايه بقى؟ هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي الشوكولاته، اروح جايباها واروح حاطه كده الشوكولاته هنا وموزعاها كده كده كده. خطيره بقى، مش عايزه اقول لكم اهو ريحه العجينه اساسا حكايه. شوفوا سبحان الله من بساطتها بتطلع عامله ازاي. عارفين احنا لو قاصدين نخليه عيش مش هنعرف سبحان الله اهو. طيب هعمل ايه بقى؟ كيوي زي ما انتوا عايزين بقى اهي. رصاصي، عايزه تحطي خوخ، برقوق، مانجا زي ما اتفقنا، براحتك خالص. وحلاوتها ان هي تكون سخنه كده، ونفرد على طول عليها ايه الا شوكولاته، وممكن نسيبها ترتاح شويه وبعدين نروح حاطين الفاكهه. فاهميني؟ وعلى فكره ممكن نكتفي بس بالشوكولاته، مش لازم كمان نعمل الحاجات التانيه، يعني مش لازم نحط فاكهه. نعملها كمان ايه، ممكن 3/4 4 براحتنا خالص. نفنن بقى، ممكن نقطع شرايح كمان مش هلال علشان تبقى ايه اصغر من كده بس كده. ماشي، تعالوا بقى نحط كمان خوخ، نحطه كده. طبعا انا يعني الخوخ ده يطلع يا جماعة، وبالنسبة لي الفاكهة كلها في حتة وهو في حتة تانية. نحط بقى شويه ايه عنب
كده اهو، والتانية بقى نعملها موز وكيو. بصوا بقت عاملة ازاي، بس كده وتتقطع بقى وتتقل. تعالوا نشوف التانية اهي بتستوي. قفلت الشواية علشان ما تعليش. ممكن نحط بقى عليها ايه، جوز هند لو بتحبه. كلها كده وبس خلاص اهي، تحفة. تتقطع بقى والف هنا. عايز مش عايزين جوز هند؟ مش بس كده؟ لا ازاي؟ لا الا سادة الزملاء. بصوا بقى عاملة ازاي اهي، وريكوا عاملة ازاي. حتة سلايز في قلبكوا كده. الفاكهة بقى خطيرة. بصوا اساسا متنفسة ازاي، حكاية. طيب انتوا عارفين انا كنت عملت حاجة، تصدقوا انا كنت انقلها الاول وبعدين اهي. انا حاسه ان انا قاعده في البيت، صح؟ انتوا حاسين معايا بالموضوع ده ولا ايه؟ لا حاسه ان انا قاعده في البيت، اللي هو بغير قراراتي عادي. اسره مع بعضينا اهي، بس كده. هي ده تتنقل اهو، بس كده تحفه. عايزه ايه؟ حاضر اهي، حلو كده. ماشي احطه بقى هناك، حد اي لي اي حد رؤيه تاني ولا حاجه؟ بس كده. تعال نحطها هنا وتعالوا نشوف التانيه وندخل بقى في الوصفه اللي بعدها. اهي لسه بتستوي، احنا برضو حاطينها على اعلى حاجه بس لسه بتستوي. طيب ايه رايكم نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل اخر وصفه معانا ايه، وكمان نقدم البيتزا اللي جايه. استنونا. يا اهلا يا اهلا، معلش باخد من الوصفه التانيه دي شويه شوكولاته علشان البيتزا الخطيره بتاعتنا. تعالوا شوفوها طلعت اهي، انزل عليها بقى ايه الشوكولاته كده، واخدين بالكم انتوا، واعمل كده اوزع بقى عليها وهي سخنه. ليه بقى؟ الشوكولاته تسيح اكتر، وبعدين ممكن اوقف لحد ما تبرد شويه وبعدين احط الفاكهه، بس عشان انا وقتي محدود فبشتغل على طول. لكن الصح انها طبعا ما نحطش فاكهه على حاجه سخنه علشان هتتبل معانا، هو ده الصح. ولكن معلش عشان انا ايه، بس بحب اعمل كل حاجه قدامكم، تلاقوني نادرا يعني دي عامله لها نسخه الوصفه الثانيه، لكن نادرا لما بعمل لحاجه نسخه غير لما بكون مضطره ليها قوي. نعمل دي بقى. بصوا بقى دي نعملها ايه كده، بس كده. يا ام ادم وقدامها الكيوي. الو الو، واخدين بالكو يا ام ادم؟ طب كلميني تاني. بس كده بصوا دي قدام دي، وبعدين نيجي هنا بقى الموز، نروح قاطعين اهي، و حاطين موز برضو زي تقطيع الكيوي. نحط بقى هنا، دي هتبقى كبيرة قوي، نحطها كده نشوف هنحط في النص ايه ما بينهم. دي القاعدة الأساسية. يا مدام هند ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حياتي، انت عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا اللي كلمتك من كام يوم كده، ما كنت عامله اللسان.
اهلا بيكي. من اسكندريه. اهلا بيكي يا حبيبتي، منوراني. الحمد لله، ربنا يخليك. الله يخليك. عامله ايه، اخبارك؟ زي الفل والله، الحمد لله تمام زي الفل يا حبيبتي. يا رب دايما. ايه الجمال ده، ايه رايك؟ تمام زي الفل، جميل. بجد جربتي قبل كده تعمليها حلو؟ لا ما جربتش اول مره الصراحه، بس هجربها. هتعجبك قوي ان شاء الله. هتعجبك قوي قوي ان شاء الله يا حبيبتي والله. ربنا يخليك. ليكي في المعجنات ولا؟ بموت فيها، بحبها المعجنات. الله الله بقى. الله، احنا كتير معجنات، احنا كتير. تعيشي وتعملي يا حبيبتي. ربنا يخليكي. تعيشي وتعملي ودايما كده سامعة صوتكم بكل خير. ربنا والله ربنا يخليكي. ربنا، انا وعدتك ان انا هكلمك على طول يا حبيبتي. ده انت نورتيني وشرفتيني، وبابا مبسوطه جدا والله. الله يخليكي. وليه الاسكندريه عامله ايه؟ حلوه كويسه، بس حر برضو. بس النهارده الجو فيه نسمه حلوه. لا الجو عندنا هنا في القاهره الصبح كده، عشان بس صحي من بدري قوي يعني من 5:30، فحاسه ان الجو كان رطب قوي الصبح. بس هنا حر جامد بجد. اه والله. خلاص تعالوا لنا بقى شويه. العكس بقى. ربنا يخليك حبيبتي. يا رب. ربنا حبيبتي مبسوطه انا سمعت صوتك يا حبيبتي. الله يخليك. مع الف سلامه. الله ينور حبيبتي، ربنا يهونها علينا كلنا. بصوا بقى، عارفين لو كان سعيد جايب لي بقى نعناع وريحان، بس سعيد مش جايب لي نعناع ولا ريحان. فيه بعد ايه يا استاذ سعيد؟ بعد ايه؟ بصوا بقى، كنا نحط النعنعايه ولا الريحانيه؟ ها الله، ايه رايكم؟ بصوا بقى ونشيلها كلها كده، وهوب نحطها هنا بس كده من غير جوز هند عشان الزملاء. اهم حاجه حلوه قوي قوي، وعلى طول بقى تتقطع، وكل واحد ياخد الحته اللي تعجبه بالفاكهه اللي تعجبه. اهو كل اللي اتكلفتيه اساسا في الليله دي هي الفاكهه والشوكولاته. طيب تعالوا بقى ندخل على الوصفه الثانيه. هعمل وصفه حلوه قوي يا جماعه، لذيذه، وانا بصراحه بحبها، ومش اول مره نعملها مع بعض، عملناها قبل كده وهتعجبكم جدا. تعالوا نقول المقادير. عندي هنا ايه؟ جوز هند بالفراوله. جوز هند بالفراوله، هي المفروض ان هي بتتعمل جوز هند في جوز هند، وبعدين بتتغطى بيه الشوكولاته. عرفتوا اسمها ايه؟ طيب هعملها بقى جوز هند، بس هحط لها فراوله. ازاي؟ 150 جرام من الفراوله، هحط عليهم جوز هند، وهحط عليهم شويه شوكولاته سايحين، ورشة جوز هند تاني. عندي هنا ما كنت لسه هقول اسمه اللي انت كاتباه. شوكولاتة جوز هند بالفراولة، 150 فراولة مجمدة، وعليها 80 جرام جوز هند، وللتزيين شوية شوكولاتة وجوز هند. بس هدخل ده الميكرويف علشان يلحق عندي. ونشغل عشان. طيب هحط هنا ايه بقى؟ هحط هنا الفراوله، واحط عليها جوز هند كده، وبعدين وبعدين نروح ضربينهم، نحط رشه فانيليا بس كده، وتعالوا نضرب. كده بصوا بقى هروح عامله ايه، هروح بس جايبه الجوانتي، واروح مشكلاهم دواير صوابع زي ما انتوا عايزين. خلاص زي ما انتوا عايزين، وبعدين انزلها في الشوكولاته اهي. دواير او صوابع براحتكم خالص. عايز اقول لكم كانكم بتاكلوا ايس كريم، بعد بقى ما تدخل الفريزر وتمسك كده كأنكم بتاكلوا ايس كريم خطيره. يا ايه. الو، ازيك يا ايه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه؟ تمام. حلوه. لو سمحتوا انا عايزه طريقه الفطير المشلتت. عيوني بس كده. حاضر حاضر نعمله. نورتيني. طيب بصوا بقى
بكورها كور اللي انا عايزاها اهي اهي كورت خلاص. اعمل ايه؟ اروح جايبه الشوكه واروح منزلاها هنا او شكرا او دهناها بفرشه الشوكولاته براحتنا خالص اهي كده هتنزل عليها. وبعدين اريحها على شبكه، مهم جدا اريحها على شبكه علشان الشوكولاته زياده تنزل منها بس. وعلى فكره مهم جدا برضو ان انا بعد ما اعملها بالشكل اللي هو الاولي المفروض ان انا ايه ادخلها الفريزر شويه تمسك نفسها. جوز هند مع فراوله، ممكن احط معلقه عسل اهي، بس هي بتمسك نفسها اهي شايفين. بس عشان تعرفي تغطيها بشوكولاته كويس فمهم جدا ان انت تسيبيها الاول في الفريزر تجمد. بقول لكم كانكم بتاكلوا ايس كريم تحفه تحفه. يا سلام بقى لو حطيته حاضر، يا سلام بقى لو حطيته مثلا جبنه ما تتخضوش ومعلقه عسل واتفرجوا على الحلاوه اهي. بصوا علشان لسه طريه فكت مني، لكن ايه هوريكم بقى لما احنا مجمدينها. استنى علشان هي لسه طريه اوريكم بقى اللي انا مجمداها اهي، تنزل واقلب كده واطلع احط على اهو كده فاهميني. بس تعالوا ناخد تليفون ونقول الو يا مدام عبير. حبيبي قلبي ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انت يا اخبارك؟ يسعد صباحك حبيبتي. يسعد صباحك. القمريه اللي واقفه دي ربنا يخليكي ليا، عجباني قوي البلوزه قوي بجد. اتفضلي. يا رب يخليك يا حبيبتي. والله ما تغلاش عليكي. تسلمي حبيبتي عيونك الحلوه. والله ربنا يخليكي ليا. امبارح عملت الاكله اللي انت عملتيها، جمبري بالخوخ. او بقى ايه رايك؟ انا حلو كان طعمه لذيذ على فكره، في تغيير كده في نوع ال أحب جميل. أحب الناس اللي بجد بتحب التغيير يعني وتجرب ما تخافش. إيه نص كيلو جنب بأمانة تحفة. عايزة أقول لك لا وإذا كده منظر جميل أو في الآخر جميل تحفة. لا هتعجبك جدا. وكمان عايزة أقول لك إن ممكن نبدل الخوخ أنا قلت امبارح بالإيه الأناناس والمانجا، الحاجات دي كلها بتبقى حلوة. لا أنا عملتها بالخوخ، عملتها بالخوخ زي ما أنت عملت الطريقة بالظبط. كانت جميلة وحلوة قوي الحاجات اللي انت عملتيها النهاردة. ايه رأ... هتجربي بقى انهي فيه؟ طبعا انا اصلا قاعدة بالورقة والقلم. حياتي. احب انا اللي بيقعد بالورقة والقلم. انا عامل الكراسة اصلا. حياتي والله ربنا يخليكي. والله عامل الكراسة حبيبتي. ما شاء الله عليكي. ربنا لا ده احنا يا رب كده كل لما... يوم كده تقدم واحسن من اليوم اللي قبل يا قمر. ربنا يخلي ده انا كده لما انوي اعمل كتاب ان شاء الله امايل على الكراسة بتاعتك. ولا يهمك، قولي بس ابعت لك الكراسة. يا روحي ربنا يخليكي والله. انا قلت اصبح عليكي وكنت عايزه بس اقول لك كده حاجه في الاخر كده. قولي لي يا روحي. اتكلمي كده عن كسر الخواطر. اتكلم عن كسر الخواطر ليه بس؟ هتعيطينا ليه؟ لا مفيش عياط. ما يعني. ما تعي... ما احنا كلنا مكسورين الخواطر، فكرك ايه؟ انا بحب كلامك قوي يعني. يا روح قلبي كده روح معنويه كده تيوم حلو يعني. حاضر حاضر. عيوني ماشي حبيبه قلبي. عيوني ربنا ما يكسر خاطرك ابدا. وصدقيني يعني ما تحطيش في دماغك، كبري دماغك خالص خالص خالص. وقومي ودايما ما تتعشميش في اي حد ابدا، تعشمي في نفسك انت بس عشان نفسك هي الوحيده اللي هتبقى لك. ربنا معاكي يا حبيبتي. طيب بصوا بقى كده ونروح حاطينها. تعمل ايه؟ تنشف. وزي ما بقول لكم لازم ندخلها فين؟ في الفريزر. بس كده نعملها صوابع، نعملها دواير زي ما انا عاملاها براحتكم خالص. ونجيب النعناع المرهق ده شويه ونروح حاطين هنا بقى كده. بصوا طب صدقوني فرقت، مش احنا عاملين فاكهه اشكال والوان؟ طب صدقوني فرقت. بصوا النعناعه كده في النص، ويسام لو كانت ريحانه بس يلا كتر خيره انه لقلنا نعناع اهي. بصوا طب صدقوني فرقت، والريحان كمان بيبقى شكله حلو قوي اهو. بس كده هتقولوا لي في ريحان على الحلو. يا جماعه احنا بنزين الحاجه بالحاجات المتاحه اللي قدامنا، يعني هي دي الفكره ان احنا بنخلي طبقنا مبهج بالمتاح قدامنا اهو. بس كده
اي خدمه. بيتزا فاكهه خطيره حلوه جدا زي ما شايفين، ما خدتش معايا وقت كل اللي فاتكم وقت تخميرها، عجنها، تسويتها، تزيينها، وزي ما انتم شايفين مفيش اسهل من كده. اما الشوكولاته الاخيره اللي عملناها جوز هند، شوكولاته بجوز الهند والفراوله، حلوه قوي وهتعجبكم، وهتحسوا كده ان انتم بتاكلوا عارفين ايس كريم، هتعجبكم قوي. ودي كانت حلقه النهارده، ممتنه ليكم جدا لكل مكالماتكم واتصالاتكم وحبكم وتشجيعكم، بحبكم من كل قلبي، واشوفكم بكره على خير ان شاء الله من واحده لاثنين والاعياد 4 صباحا. باي باي.